سيد الممثل الشخصي السيد رئيس الجمهورية، السيد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، السيد رئيس اتحاد المحامين العرب، السادة العملاء والنقباء، السادة الأعضاء، ضيوفنا الكرام، زميلاتي زملائي. نلتقي اليوم على أرض تونس، تونس الخضراء، مهد الربيع العربي وبلد التسامح والانفتاح، لنعقد الدورة الأولى للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب والمؤتمر الرابع والعشرون. نلتقي اليوم والمحاماة العربية تعيش مرحلة من أدق المراحل في تاريخها، وذلك بالنظر لما تعيشه جل الدول العربية من مناخ التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع ما يرافق ذلك من تحديات جمة على المستوى الداخلي لكل نقابة أو هيئة على حدة، وعلى المستوى الخارجي الجماعي المشترك. ففي الاتحاد قوة، ونحن في حاجة إلى تلك القوة لوضع نظام قانوني عربي موحد. لا يخفى على أحد أننا نعيش مرحلة انفتاح لسوق الخدمات وتحريره من الحماية القطرية لصالح الفضاء المفتوح، وما يتطلبه ذلك من ضرورة رص الصفوف لإيجاد آليات عربية تسمح بالمواجهة من خلال إيجاد آليات شراكة تتيح بعث شركات محاماة عربية تعمل بين الدول العربية، بما يسمح بتبادل الخدمات والخبرات وتقريب وجهات النظر بين السياسات التشريعية، بما يسهل فرص العمل المشترك ويمنح المستثمرين سندا استشاريا واسعا ورؤية متنوعة للخبرات، يسهل عليهم الاطلاع على أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا الوطن العربي والضمانات القانونية المتوفرة. لقد آن الأوان اليوم لدفع حكومات بلداننا نحو الإسراع بإبرام اتفاقية عربية للتبادل الحر للخدمات القانونية، بما يمنح الأولوية للمحامين وأصحاب المهن الحرة والمستثمرين العرب للعمل داخل وبين الدول العربية. اتفاقية من شأنها أن تخلق سوق خدمات عربي يواجه الهجمة المعولمة، فنحن بتقاربنا واتحادنا وشراكتنا سنكون حصنا لحماية موارد رزقنا وتنميتها، بما يرجع بالخير علينا وعلى بلداننا. لقد آن الأوان اليوم أيضا لتحقيق أحد أهم أهداف اتحادنا هذا، والمتمثل في السعي من أجل توحيد قوانين مهنة المحاماة باعتباره حلما مشروعا يجب أن نعمل على تحقيقه على نحو يقرب بين التشريعات العربية، بما يكفل لمحامي العرب الفضاء العربي بخلق عمل واسع وحصانة حقيقية تسهل تنقله وعمله، بما يمكنه من ممارسة مهنته في وبين الأقطار العربية كافة. لهذا لا بد من تطوير منهج العمل داخل الاتحاد، وذلك بجعله آلية عمل مشترك يفرض واقعا عمليا يسمح بحرية تبادل الخبرات وتقديم الخدمات بين منخرطيه، من خلال السماح لكل محام عضو بالاتحاد بحرية التنقل والإقامة والعمل في أي بلد عربي، سواء كفرد أو في إطار المؤسسات بالتنسيق مع النقابات والهيئات القطرية. زميلاتي وزملائي، لقد تأسس اتحادنا هذا من أجل مكافحة الاستعمار القديم والجديد والمساهمة في الدفاع عن الحقوق الأساسية لكل الشعوب وخاصة العربية، ودعم التضامن والتعاون والمساواة بينها، وتأييد حقها في الاستقلال والسيادة وتقرير المصير، ومناصرة قضايا التحرر
والتقدم والسلام في العالم أجمع. وها نحن اليوم نشهد مظاهر جديدة من الاستعمار الذي يحاول أن يستغل فترات الانتقال الديمقراطي والمخاض الشعبي من أجل نهب ثرواتنا وتفقير بلداننا، وهو ما يفرض علينا النضال من أجل تحرير الإنسان في الوطن العربي من كل مظاهر الظلم والتخلف والاستغلال، وحماية وتأمين حقوقه الأساسية الواردة في الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما يمكن المواطن العربي من المشاركة الفعلية في صنع واتخاذ القرار بشأن مستقبله ومستقبل وطنه. وفي هذا الإطار فقد كان مؤتمرنا هذا تحت عنوان المحاماة وحماية قضايا الأمة تحقيقا للعدالة، وهو عنوان لم يأتي من فراغ، فقدر المحاماة أن تكون قادرة الحقوق والحريات وحصن الوطن والمواطن وصمام الأمن والأمان وعنصرا فاعلا في جذب الاستثمار وتحقيق التنمية، ومساهما رئيسيا في خلق بيئة أعمال مشجعة ونظيفة. فالمحاماة كانت من الشركاء الكبار في بناء دولة الاستقلال، وهي لا تزال في الصفوف الأولى لمقاومة الاستعمار والاستغلال، فهي من الضامنين لاستغلال الوطن وحماية كرامة المواطن، وهي السند الأكبر لاستقلالية القضاء ونجاعته. فالمحاماة رسالة إنسانية قبل أن تكون مهنة للكسب. ويشهد علينا قسمنا بأن جوهر مهنتنا هو العمل من أجل سيادة حكم القانون والمؤسسات واستقلال القضاء وحماية حقوق الإنسان، وهي أهداف ثانية تفرض على واقع الدستور اعتبار المحاماة شريك في إقامة العدل. ولقد استطاعت المحاماة التونسية فعلا أن تفرض نفسها كشريك في إقامة العدل بنص الدستور، وهو ما نتمنى أن تحققه جميع النقابات والهيئات العربية، إذ ليس بالأمر منا من أحد، بل هو إقرار بواقع فرضه تاريخ المحاماة النضالي ودوره الاجتماعي الريادي. فرسان الكلمة ودورهم في مسيرة النضال الوطني والبناء ودفع التنمية والاستثمار جزء لا يتجزأ من تاريخ البلاد، إلى درجة يكاد يكون فيها تاريخ المحاماة هو تاريخ الوطن ذاته. إن كان لها دائما الإسهام الأكبر في تقدير الحراك الشعبي والدفع نحو السياسات الفعالة وتنفيذ التصورات اللازمة للاستمرار في بناء القيم والمؤسسات الوطنية ودفع عجلة التنمية والاستثمار، فالمحاماة قوة حقيقية لجذب الاستثمار بما تملكها من قدرات قانونية تسمح بإعطاء المستثمرين صورة حقيقية عن الواقع القانوني للبلاد، وتضمن لهم أسرع وأسهل وأضمن السبل للعمل في إطار قانوني سليم يحقق التنمية للوطن ويضمن موطن عمل كريم للمواطن ويحقق الربح للمستثمر. ومن البديهي القول بأن الحديث عن دور المحاماة في جذب الاستثمارات والمساهمة في تحقيق التنمية هو حديث عن دورها الراسخ في ضمان الحقوق الأساسية الاجتماعية والاقتصادية للمواطن. أيها الجمع الكريم، لقد كانت القضية الفلسطينية العاجلة ولا تزال القضية الأولى لكل عربي شريف ولكل محام مؤمن بقيم العدل والحق. إن من أهداف اتحادنا الذي عمل على تحقيقها طيلة سنوات وجوده هو النضال عن الشعب العربي الفلسطيني من أجل تحرير فلسطين من الاستعمار الاستيطاني الصهيوني وعودتها قطرا عربيا ديمقراطيا متحررا باعتباره هدفا استراتيجيا ومركزيا للأمة العربية في إطار حركة التحرر والتقدم الوطني والعالمي. وها نحن اليوم نجد أنفسنا مطالبين أكثر من أي وقت مضى بالعمل الجاد لتحقيق هذا الهدف النبيل
بكل السبل المتاحة لدينا وبوضع كامل خبرتنا القانونية ومقدراتنا في خدمة إخواننا المحامين المرابطين على أرض فلسطين باعتبارهم خط الدفاع الأول عن قضيتنا جميعا. فتحية تقدير وإجلال لزملائنا المحامين في كل فلسطين الذين يقفون سدا منيعا أمام غدرسة الاحتلال وحسنا لحماية الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني من الانتهاكات المتواصلة للعدو الصهيوني. فكم من محام فلسطيني سقط شهيدا وهو يدافع عن شعبه ووطنه، وكم من محام فقد حريته ومكتبه ومنع من العمل بسبب استبساله في الدفاع عن أبناء وطنه وخاصة الأسرى في معتقلات الاحتلال الصهيوني. إخوتي الأعزاء، إننا مطالبون اليوم وأكثر من أي وقت مضى بدعم صمود المحامي الفلسطيني بصورة خاصة والشعب الفلسطيني بصورة عامة، والعمل على فضح جرائم العدو ضد شعبنا الفلسطيني تمهيدا لتقديمه للمحاكمات الدولية. كما أننا مطالبون بوضع كل قدراتنا وخبراتنا القانونية تحت تصرف إخواننا في فلسطين لنكون جبهة موحدة تعمل على حماية الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال التام وإقامة دولته على كامل التراب الفلسطيني. إن رسالة المحاماة تفرض علينا أن نعمل بكل جهدنا كي يعود السلام لأرض السلام، أرض الرسالات السماوية، أرض فلسطين. وستبقى القدس عروس عروبتنا، القدس الموحد عاصمة الدولة الفلسطينية القادمة بإذن الله رغم أنف الكارهين. إيمانا منا بأنه لا سلام مع القتلة والمجرمين، فإننا نؤكد أن لا مجال للتطبيع مع العدو الصهيوني بأي شكل من الأشكال. ونجدد تمسكنا بثابت من ثوابت اتحادنا ألا وهو مقاومة كل صور التطبيع مع العدو الصهيوني ومواجهة كافة المشروعات التي تستهدف فرض الهيمنة على المنطقة العربية وتمسي هويتها، ومواصلة الكفاح ضد الصهيونية وأطماعها باعتبارها شكلا من أشكال العنصرية، وحماية الوطن العربي أرضا وثقافة وحضارة منها، والنضال ضد كافة أشكال التمييز والفصل العنصري. واسمحوا لي أن أنتهز فرصة مؤتمرنا هذا لأجدد الدعوة لكافة المحامين والقانونيين والحقوقيين العرب ونقابات وجمعيات المحامين العربية والمنظمات والهيئات القانونية غير الحكومية للمشاركة في حملة المحامين العالمية للتحقيق والملاحقة القضائية للجرائم التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ومحاسبة المسؤولين عنها، والتوقيع على المذكرة الموجهة في الغرض إلى النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية. كما أناشد زملائي في كل النقابات والهيئات الإقليمية أن يقفوا سدا منيعا أمام منافذ التطبيع التي يحاول العدو الصهيوني فتحها في بلادهم تحت مسميات وبحيل وذرائع مختلفة. وأنتهز هذه الفرصة لأتوجه بالشكر لجميع زملائي من المحامين الذين تطوعوا مرارا وتكرارا للقيام بقضايا ضد محاولة التطبيع وتمكنوا بدعم من القضاء التونسي الذي أحييه بالمناسبة لوقفته القتولية وإصداره أحكاما جريئة ومليئة بالحس الوطني تؤكد أن جناحي العدالة في تونس أوفياء دائما لقضية العرب الأولى، وهما يقفان سدا منيعا يحول دون أي تعامل طبيعي مع عدو دموي قاتل للبشر ومدمر للحجر. السادة الحضور، في ختام كلمتي اسمحوا لي أن أتوجه بدعوات وأمنية. دعوة أولى للعمل خلال أشغال مؤتمرنا هذا
على وضع النواة الأولى استراتيجية قانونية لدعم القضية الفلسطينية من كافة الجوانب، خاصة فيما يتعلق بقضية القدس وحق العودة. دعوة ثانية لتفعيل صندوق دعم الصمود الفلسطيني وخاصة من أجل القدس، والقيام بحملة شعبية على مستوى نقابات وهيئات المحامين في كافة الدول العربية لجمع التبرعات. دعوة ثالثة لوضع خطة عمل تحت عنوان محامون ضد التطبيع لمواجهة الاختراق الصهيوني للدول والمجتمعات العربية في كل المجالات. ودعوة رابعة لعقد مؤتمر لرجال الأعمال والمال والحقوقيين العرب لدعم الشعب الفلسطيني ومؤسساته السيادية في مواجهة حملات صهيونة أرض فلسطين وتراثها الحضاري. وأخيرا تبقى للأمنية بأن يوفقنا الله خلال أشغال مؤتمرنا هذا لإيجاد آليات عملية من أجل تحقيق التحرر من كل أشكال التبعية وضمان استقلال الوطن بما يكفل تنميته على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية والتكامل والتوحد لخدمة الوطن والمواطن العربي. كما أهنئ كل أشقائنا في المغرب الكبير على ولادة الاتحاد المغاربي للمحامين بعد طول انتظار وحرص كبير من كافة النقابات المغاربية. من خلال اختيارها مقر لاتحادهم ولشخص المتواضع لأمانتها العامة. إن المؤتمر العام لاتحاد المحامين العرب يحيي الحراك الشعبي السلمي الجزائري من أجل تأسيس دولة القانون والمؤسسات والديمقراطية، ويثمن مؤازرة مجلس اتحاد المحامين الجزائريين لهذا الحراك السلمي. وأنا أطلب من كل الحضور الوقوف دقيقة تحية للحراك السلمي الذي يقتل الآن في الجزائر والذي كان مضربا للأمن.